أعلن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إجراءات تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالحي السكني كابيتال ريزيدنس. جاء ذلك ردا على تساؤلات عدد من الحاجزين، حيث أعلن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية أعلن الإجراءات في ضوء بدء تسليم الوحدات لحاجزيها هذا الأسبوع، موضحا أنه على الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع بدر لسداد المبالغ المطلوبة، على أن يتم أخذ خطاب من البنك والتوجه إلى مقر الجهاز لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية ومعاينة واستلام الوحدات السكنية بالموقع.